الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يشهد طقس صافي 37 درجة مئوية، الملموسة 33، الرطوبة منخفضة حوالي 6% فقط، والرياح تكون بين خفيفة ومعتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم. سكاكا تسجل 40 ل 27، عرعر 41 ل 28، وتبوك 38 ل 28. المنطقة الغربية مدينة جدة 41 إلى 28، المدينة المنورة 41 إلى 27، مكة المكرمة 40 إلى 30، والطائف 31 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدين من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 27 إلى 21، أبها 27 إلى 19، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الإحساء 43 إلى 26، الدمام 42 إلى 27، حفر الباطن 42 إلى 29. المنطقة الوسطى حائل 36 إلى 23، بريدة 40 إلى 22، أما الرياض 41 إلى 28. إلى اللقاء.